كيف قدرت تحفظ الكم الهائل هذا من القصيدة؟ أتوقع له علاقة في قراءة القرآن، أنت مكثر بقراءة القرآن صح؟ الحمد لله. الحفظ؟ الحفظ توفيق من الله. أنا لو أني بتعب لذا الشيء ما قدرت أحصيه، لكن توفيق الله عز وجل هو اللي خلاني. أنا الحين بعضهم يجي يقول عطني قصيدة ما أدري إيش بقول له، لكن لو أسولف أنا وياه ويقول كلمة كلمتين وهي جيت لها في بيت جبت لي بيت بيتين، وهذا توفيق الله عز وجل، ولا هو طيب مني ولا جهد مني، هذا جهد الشعار اللي الله يبيض وجيههم يطول حياتهم، اللي والله العظيم من بعضهم ودي اني اقول ان البيتين انها لفلان ولا فلان ولا فلان، لكن اخاف اني اخطي واحطها باسم فلان وادخل في متاهات ثانيه. لكن انا اخوهم الصغير وهم ان شاء الله يعذرون والله يطول حياتهم وحياتك. اللهم امين. اكثر شاعر تحفظ له، او هو دامه تحفظ له اكثر شيء ومعناته ان لائقتك جايزات له اكثر شيء؟ والله شوف الشعر، انا حتى هذه وجهه نظر لي انا، لا تمثل غيري تمثلني انا. انا اشوف حتى ان احد يقول ان الشاعر فلان اشعر من فلان ولا الشاعر فلان اشعر من فلان، هذه اشوف انها ما حد يقدر يحصيها، لان الشاعر احيانا يكتب له قصيده ما بعد كتب مثلها، والشاعر الثاني كذلك يكتب له قصيده طيبه وعقبه تجي قصيده ما هي بلها هناك لانه كاتبها من باب مجامله. وفي الشاعر تعين عند الشاعر ذا قصيده تنال اعجابك، وتعين عند الشاعر الثاني كذلك، هذه توفيق بعد من الله. من كل 10 قصائد للشاعر الواحد تلقى قصيده فارقه. نعم. ما هو بكل القصائد كلام. واكثر شاعر تحفظ له؟ والله ما اقدر اذكر، ما بيخطي على احد وخلي احد. ما هو بخطا يا ابو علمان هذا، ولو عندي اجابه تاكد اني جيريني اقولها. اي والله ما عندك لا شخص معين والله ما بقى. طيب سناب ابو سمره، خلينا ننتقل لسناب ابو سمره بدايه البرنامج، وين فيصل منه؟ من سناب ابو سمره؟ اي بدايه البرنامج مالك تواجد فيه. يمكن صدفه ما جمعتنا. صدفه ما جمعتك؟ يمكن. طيب ابو سمره يمر على المتسابقين كلهم، هل كان فيه تصدد منك انت؟ انا؟ ايه والله يمكن. السبب؟ السبب اني اشوف الشباب كلهم عنده الله يعطيهم العافيه، واجي بعد ازود الطين بله. شوف التجمع على سناب ابو سمره هو تطفل واجد. لا مو بتطفل، هو ما جاء الا عشان يصور، وهم ما جاوا هنا الا عشان يصور. اي بس ليش ما اسووا مثل فيصل بن علمان في مكانه وما جاي يصوره؟ ليش انا اروح للكاميرا، انا ابحث عنها، انا ادورها، انا اتصدر؟ هم افضل مني، لانهم جايين هنا وحققوا الشيء اللي مطلوب منهم، وهذا قصور مني اني اتجنب ابو سمره ولا اتجنب. انت ما تجنبت ابو سمره وانا عارف الشيء هذا، انت تجنبت الزحمة اللي على سناب ابو سمر. لا مو على الزحمة، الزحمة عادية يمديني عين يمين ولا يسار ولا، بس هذا قصور مني، ولا هم الشباب الله يعطيهم العافية هم أفضل مني في الحاجة هذه، لأن الجمهور ما جيت هنا اللي بيشوفك في سناب ابو سمرة ولا في الفقرات ولا في الرياليتي ولا، هذا تقصير مني أنا وطيبا من زملائي. طيب كالعادة مثالي أنت يا فيصل أجوبتك.